بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب موانع الشهادة وعدد الشهود. في هذا الباب أورد المصنف رحمه الله تعالى مسألتين: المسألة الأولى المتعلقة بموانع الشهادة، ثم أفرد بعد ذلك فصلا في عدد الشهود. والموانع للأصوليين معنى يذكرونه لها، وهذا المعنى قد يكون استخدام الفقهاء له مغايرا بعض الشيء، وذلك أن الأصوليين يقولون إن المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم وفي مقابله الشرط، فإن الشرط هو الذي لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ولكن يلزم من عدمه العدم، أي من عدم الشرط عدم الحكم. إذن فالمانع عند الأصوليين مقابل للشرط عندهم، فالمانع ينعدم الحكم بوجوده، والشرط ينعدم الحكم بعدمه. وأما الفقهاء فإنهم في كثير من الأحيان إذا عدوا الشروط فإنهم يدخلون الموانع معها، ولا يفرقون بين الموانع والشروط في الجملة، نص على ذلك غير واحد من أهل العلم. بيد أن العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب حينما فرقوا بين شروط الشهادة وموانعها فإن لهم استخداما مخالفا للاستخدام الذي يذكره الأصوليون، فإن المانع عندهم هنا هو ما يكون حائلا بين الشيء وبين مقصوده، فكل ما كان حائلا بين الشيء وبين مقصوده فإنه يكون مانعا. وبناء على ذلك، وسأورد هذا الحكم في نهاية هذا الفصل على سبيل التفصيل، وبناء على ذلك فإن الشرط إذا وجد فإنه حينئذ يثبت الحكم، وأما المانع فإنه إذا انتفى فإنه لا يثبت الحكم وهو قبول الشهادة. هذا هو الفرق في استخدام الأصوليين عن استخدام الفقهاء لمصطلح المانع، أن المانع إذا وجد في باب الشهادة فإنه يحول بين الشهادة وبين مقصودها وهو القبول، سواء زال ذلك المانع قبل أداء الشهادة أو لم يزل، كما سأذكره في نهاية هذا الباب. نعم، إذن يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب موانع الشهادة. تقدم معنا قبل قليل معنى المانع عند الأصوليين وعند الفقهاء ومرادهم في هذا الباب. أورد المصنف رحمه الله تعالى 5 موانع تمنع من قبول الشهادة، وقد ذكر صاحب المنتهى موانع غير ما ذكرها المصنف، فنورد ما ذكره المصنف ابتداء ثم أذكر ما زاده عليه صاحب المنتهى وما زاده عليه غيره من فقهاء المذهب. فقال المصنف: لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض. هذا هو المانع الأول، وهو مانع الشهادة بسبب قرابة الولادة. إذن يجب أن نقيد القرابة بأنها قرابة ولادة، لأنه ليست كل قرابة تكون مانعة من قبول الشهادة، بل لا بد أن تكون القرابة قرابة ولادة. ولذلك قال: لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض، فلا تقبل شهادة الأصول للفروع وإن نزلوا، ولا شهادة الفروع للآباء والأمهات وهم الأصول وإن علوا. والدليل على ذلك عدد من الأحاديث، منها ما جاء عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز شهادة ظنين في قرابة، أي من يظن حيفه وتظن فيه التهمة بسبب قرابته. وأعلى القرابات في المودة والظنة بها وقرب التهمة هي عمودي النسب ولا شك، هذا من جهة. والدليل الثاني أن المرأة إذا شهد لفرعه فإنما يشهد لنفسه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فاطمة رضي الله عنها: فاطمة بضعة مني،
فدل ذلك على أن المرأة إذا شهد لأبنائه فكأنما شهد لنفسه، وهذا معنى قول المصنف شهادة عمودي النسب. قول المصنف هنا شهادة عمودي النسب، خص المصنف الأصول والفروع والآباء والأبناء بأن يكونوا من نسب، وبناء على ذلك فلو كان الأب أبا لابنه من رضاع فإنه تقبل شهادته له وعليه، وكذلك الابن إذا شهد لأبيه أو لأمه من رضاع فإنه تقبل شهادته له وعليه معا. كذلك قالوا إذا كان النسب مقطوع شرعا، بمعنى أنه يعرف أن فلان من ذرية فلان لكن ألغى الشرع هذا النسب وقطعه، وسبب قطعه إما أن يكون الولادة بسبب زنا، أو أن تكون الولادة بسبب نكاح باطل مجمع على بطلانه، أو على التحقيق من المذهب كما تقدم معنا أن يكون النكاح مختلفا في صحته ولم يحكم حاكم بصحته، ولم يذهب المرء لهذا العقد باجتهاد أو تقليد سائغ، فإن الولد حينئذ يكون مقطوع النسب حكمه كحكم ولد الزنا. وحينئذ فلو شهد المرء لابنه من زنا أو الابن لمن نتج من صلبه فإنه حينئذ لا تقبل شهادته له، وأما شهادة المرء لأمه من زنا فإنه مقبول لأن نسبه من أمه مقبول، لأن الثبوت ليس بالفراش وإنما بسبب الولادة وهي موجودة. إذن قول المصنف عمودي النسب يخرج من ذلك أمران، شهادة الرضاع وشهادة الشهادة الأب والابن من الرضاع، والشهادة لابن الزنا أو للأب من الزنا. الأم من الرضاعة إذا شهد لها ابنها من الزنا فإنه لا تقبل شهادته له، لأن لا تقبل لأنه يعتبر من عمود النسب المعتبر شرعا، لأن الأم من الزنا ثبتت أمومتها بسبب الولادة، وأما الأب فإن نسبه لا يثبت إلا بالفراش أو بالاستلحاق مجهول النسب. طيب، قال بعضهم لبعض، عندنا قاعدة، هذه القاعدة أننا كل من نقول إنه لا تقبل شهادته له فإنه تقبل شهادته عليه، وهذا هو الأصل، أن كل من أطلق الفقهاء أنه لا تقبل شهادته له فإنه تقبل عليه، وسيأتي دليلها بعد قليل. إذن فقوله بعضهم لبعض أي فيما يجيب النفع، وأما إن شهد الأصول على الفروع أو العكس بما لا يجلب نفعا وإنما يكون فيه ضرر عليه فإنه تقبل الشهادة، وسيأتي الدليل بعد قليل. المانع الثاني ذكره المصنف بقوله ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه. إذن المانع الثاني من موانع قبول الشهادة مانع الزوجية، والمراد بالزوجية أي الزوجية الصحيحة المعتبرة، أو أن يكون النكاح مختلفا فيه ويكون قد روعي الاجتهاد فيه كما ذكرته في المسألة التي قبلها قبل قليل. والدليل على أنه لا يقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه قالوا لأنه يجلب لنفسه نفعا ويدفع عنها ضرا، فإن الرجل جرت عادته والمرأة جرت عادتها في غالب الناس بل في كل الناس إلا ما ندر أن يتبسط أحدهم في مال صاحبه، وأن كل مال يكتسبه أحد الصاحبين أي الزوجين فإن زوجه ينتفع به والضد بضده كذلك. فحينئذ نظرنا لمعنى العام في التهمة فإننا نمنع من قبول الشهادة لأجله. قال الشيخ وتقبل عليهم، الضمير في قوله وعليهم أي على الصورة الأولى والثانية بالمانع الأول والمانع الثاني، فتقبل الشهادة على الأصول والفروع، وتقبل الشهادة على أحد الزوجين إذا شهد على صاحبه بثبوت دين في ذمته أو إتلاف ونحو ذلك. والدليل على أنه تقبل الشهادة عليهم لا لهم قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، هذا يدل على البضع وهو الابن والذرية أنه يقبل. قال ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، فما كان من باب الشهادة عليه فإنها تقبل بنص كلام الله جل وعلا.
قال الشيخ بدأ يتكلم عن المانع الثالث، قال: ولا من يجر إلى نفسه نفعا. وهذا هو المانع الثالث، وهو مانع جر النفع، جر المرء لنفسه نفعا، فإنه حينئذ يكون مانعا من قبول الشهادة، لعموم أن في ذلك تهمة للمرء، فإن المرء إذا جر لنفسه نفعا فإنه يكون قد جر لنفسه تهمة. ومن الأمثلة التي ذكرها الفقهاء لجر المنفعة للنفس بسبب الشهادة، قالوا: لو أن الوكيل شهد لموكله فيما وكل فيه، لو أن وكيلا شهد للموكل بأن هذا المال الذي وكل بقبضه، أو أن هذا المال الذي وكل في الخصومة فيه ونحو ذلك أنه حق له، فحينئذ لا تقبل شهادته له. ونحن نعلم أن المحامي يكيفه الفقهاء أنه وكيل بالخصومة، وبناء على ذلك فلو أن المحامي أراد أن يشهد لمن وكله في الحق الذي وكل فيه فإنه لا تقبل شهادته، ولو عزل، ولو عزل بعد الوكالة بأن وكل غيره في هذه القضية فإن الشهادة ترد مطلقا. هذا مثال. من الأمثلة التي ذكروها كذلك، قالوا: الشريك مع شريكه في مال الشراكة، فلا تقبل شهادة الشريك لشريكه، لكن طبعا إذا كانت تجر عليه ضررا أو تكون من باب الشهادة عليه فإنها تقبل. لماذا؟ من كلام المصنف قالوا: ولا من يجر إلى نفسه نفعا، لأن قلنا كل من لا تقبل شهادته له فإنها تقبل عليه. أيضا ضربوا أمثلة في الشفيع والوصي وغيره، والأمثلة كثيرة في هذا الباب. المانع الرابع ذكره المصنف، قال: أو يدفع عنها ضررا، وهو المانع بدفع الضرر، مانع دفع الضرر، لأن المرأة إذا دفع عن نفسه ضررا فإنه يكون متهما في شهادته، والإنسان مجبول على أنه يسعى لتحصيل المنفعة لنفسه ودفع الضرر عنها، ولربما أدى سعيه لتحقيق هذين الأمرين إلى كذب أو إخفاء لشهادة، فلذلك لا تقبل شهادته في هذين الأمرين بسبب هذين المانعين. ومثل الفقهاء للشهادة لدفع الضرر عن النفس، قالوا: من أجل صورها الشهادة بجرح البينة، فلو أن المدعى عليه شهد بجرح البينة التي تشهد عليه فلا تقبل شهادته. لو أن امرأ ادعى على آخر مالا أو حقا، فقيل للمدعى عليه: ما تقول في هذه البينة؟ قال: أشهد أن هذه البينة ليست عادلة، سواء ذكر سببا أو لم يذكر سببا، فلا تقبل شهادته، بل لا بد أن يأتي بشاهدين يشهدان أن هذه البينة، وهم الشهود، أن هذه البينة ليست عدل، فلا تقبل شهادته في جرحهم. كذلك على مشهور المذهب قالوا: العاقلة إذا شهدت بجرح البينة المثبتة لدية الخطأ فإن وشبه العمد فإنه كذلك لا تقبل شهادتهم بالجرح، بل لا بد أن يكون الجارح غيرهم. وقد ذكر بعضهم يعني خلنا نقول ضابطا عاما، فقال: إن سائر من لا تقبل شهادته له إذا شهد بجرح الشاهد فإنه لا تقبل شهادته بالجرح. هذا الضابط. إذن كل من لا تقبل شهادته له إذا شهد هذا الرجل بجرح البينة المثبتة عليه الحق فإنه لا تقبل شهادته، لأن فيها دفعا للضرر عن نفسه. المانع الخامس الذي ذكره المصنف وهو الأخير ما ذكره المصنف، قال: ولا عدو على عدوه، وهذا هو المانع الخامس، وهو مانع العداوة. والدليل عليه ما جاء عند الترمذي من حديث عائشة، وعند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز شهادة ذي ظنة على
ظنينه أي على عدوه، وهذا يدخل فيه العداوة ويدخل فيه مطلق التهمة. استثني من العداوة أمران. الأمر الأول قالوا إذا كانت العداوة لله جل وعلا فإنها تقبل الشهادة، ومعنى العداوة لله عز وجل ثلاثة أمور: أن يشهد المسلم على الكافر مع أن بينهما عداوة لله لاختلاف الدين، أو أن يشهد مسلم على مبتدع مع أن بينهما عداوة في الدين فإنها تقبل، أو أن يشهد امرؤ على ذي معصية قد هجره لأجل معصيته. إذن لاختلاف الدين أو لفسق الاعتقاد أو لفسق الأعمال، ثلاثة أمور تكون فيها العداوة لأجل الدين. هذه الصورة الأولى المستثنة. الصورة الثانية قالوا إنه استثنى أيضا من العداوة الشهادة في النكاح، فإن الشهادة على النكاح تحملا وأداء مقبولة ولو كانت بينهم عداوة. لما لهذا العقد من الخصوصية، ولأنه لو يعني منع من العداوة لربما أبطلت أنكحة كثير من الناس، فالحاجة تقتضي قبول شهادة العدو على عدوه في عقد النكاح. إذن مستثنى أمران هما الذين ذكرتها قبل قليل. يقول الشيخ بدأ يتكلم في أو بعض الأمثلة في شهادة العدو على عدوه، قال: كمن شهد على من قذفه، من قذف آخر بزنا سواء أقيم الحد عليه أو لم يقم الحد وإنما طولب به فقط، فإن شهادة المقذوف على قاذفه لا تقبل لوجود العداوة بينهم، فتلغو حينئذ. إذن تلغو شهادة المقذوف على قاذفه لأن بينهما عداوة فبسببه أقيم عليه الحد. قال: أو قطع الطريق عليه، فحينئذ أيضا لا تقبل شهادة من قطع عليه الطريق على قاطعه لأنه أخذ ماله وأخافه، فحينئذ ترد شهادته. قال: ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه. هذه الجملة قد يظن أنها ضابط العداوة، وهي أن من سره مساءة شخص أو غمه فرحه فإنه عدوه، والحقيقة أن هذا إنما هو وصف كاشف وليس ضابطا له، لأن العداوة التي تكون في القلوب ذكر العلماء أنها نوعان: بعضها مكتسب وبعضها موروث أي جبلي، فقد يعادي امرؤ آخر من غير سبب فقط من باب الحسد، وهذا واضح جدا، ولو أطلق هذا الأمر على إطلاقه لردت كثير من الشهادات. إذا نظرت لحقيقة الأمور وما في القلب من الحسد حينما يسر بمساءة شخص أو أن يغم بفرحه، وقد جاء في بعض الآثار أنه ما من امرئ إلا ويقع الحسد في قلبه، ولكن يطرده المؤمن وغيره يبقيه وينميه وهكذا. والتحقيق في هذه المسألة أن العداوة التي ترد لأجلها الشهادة ضابطها راجع إلى العرف، فكل عداوة تكون شديدة بحيث أنها تبلغ عرفا مبلغا عاليا يتصور فيه من باب المظنة لعموم الناس، وغالبا أيضا لأن سألكم بعد قليل لماذا قلت هذا القيد، يتصور غالبا لعموم الناس أنه لربما اتهم في شهادته فإنها ترد. وعبرت بالغالب لأن بعض الناس قد يكون فيه من الصلاح والبر والتقوى ما يحجزه عن الكذب في شهادته، وإن كان من شهد له عدوا أو من شهد عليه عدوا أو من شهد له ابنا، ومع ذلك لا ننظر له، وإنما ننظر باعتبار غالب الناس، فإن علي ردت شهادته لابنه وهو من أعلى الناس قدرا ومكانة ويربأ عن هذه الأمور كلها. إذن هذه خمسة أمور أوردها المصنف رحمه الله تعالى. من الموانع التي لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى المانع السادس، وهو المانع بسبب الملك، بأن يكون المشهود له مملوكا فحينئذ لا تصح شهادته له ولا تقبل. ومن الموانع كذلك
قالوا الحرص، وهذا ذكرها صاحب المنتهى وإن لم يذكرها غيره كما في الإقناع. قال الحرص على أداء الشهادة قبل الاستشهاد، سواء كان ذلك قبل الدعوة أو بعدها، ولا يستثنى من ذلك إلا عتق أو طلاق. هذه ذكرها صاحب المنتهى، وإن كان يعني غيره قد لا يعني يوافقه تماما، وهذه مبني على المسألة ذكرتها في أول باب الشهادات، وهي قضية أداء الشهادة قبل طلبها. أيضا من الموانع التي لم يذكرها المصنف وهو المانع الثامن، وهو العصبية والحمية، فيقولون إنه لا تقبل شهادة من عرف بعصبية أو عرف بإفراط بحمية، وإن لم تبلغ هذه العصبية وهذه الحمية درجة العداوة. بعض الناس يعرف بحمية لبلده على بلد أخرى، أو حمية لقبيلته على قبيلة أخرى وهكذا، فهذه الحمية والعصبية إذا أفرط فيها وجاوز الأمر المعتاد فيها، فإنه عند بعض أهل العلم، سأتكلم عن الخلاف فيها بعد قليل، فإنه عند بعض أهل العلم لا تقبل الشهادة له وإن لم تبلغ حد العداوة مع تلك البلد، وإنما هي حمية. وهذا المانع أورده صاحب المنتهى، وأما صاحب الإقناع فإنه أورده على سبيل النقل عن غيره، فقال وقال في الترغيب أي الفخر ابن تيمية ثم ذكر هذا المانع. ونحن نعلم أن النقل، أن الفقهاء إذا أوردوا في كتبهم المختصرات نقلا عن غيرهم، فإن النقل عن غيرهم له حالتان. الحالة الأولى أن يكون بلفظ الواو، بأن يقول وقال في كتاب كذا، فمعنى ذلك أن هذا القول ليس هو المعتمد، وليس هو الذي اعتمده صاحب مصنف ورجحه، وإنما هو رواية أخرى. الحالة الثانية أن ينقل القول من غير واو، بأن يقول قال في الترغيب كما عبر المصنف، فإنه يدل على أن صاحب الكتاب يرى أنه هو المذهب، بيد أنه يرى أنه غير مجزوم به تمام الجزم، ولذلك نسبه لقائله. إذن كأن صاحب الإقناع يعني متردد بالجزم به، ولذلك ففي الكشاف لما ذكر كلام صاحب الإقناع قال وجزم به في المنتهى، جزم، فهناك جزم لأنه لم يذكر من قال بهذا القول من الأصحاب، وأما صاحب الإقناع فقد ذكره. المنع الأخير الذي ذكره صاحب المنتهى ولم يرده المصنف، قال أن ترد الشهادة بفسق ثم يتوب ثم يعيد الشهادة مرة أخرى، أي يتوب من فسقه، فإنه لا تقبل شهادته للتهمة. وما هي التهمة؟ التهمة لأنه يريد أن يثبت صدق نفسه في الشهادة الأولى. وهذا القيد أو هذا المانع مهم في المسألة التي بعدها سأريده بعد قليل. وقبل أن أتكلم عن المسألة سأرجع له لهذا المانع بعد قليل، هو ذلك لن أطيل في شرحه. أريد أن أذكر مسألة قبل أن أنتقل لمسألة أخيرة أختم بها هذا الفصل، وهي مسألة ما سكت عنه أحد المصنفين، هل معنى ذلك أنه لا يراه أم لا؟ قرر الفقهاء صراحة أن ما سكت عنه أحد المؤلفين لا يلزم أنه لا يراه، فقد يكون يرى هذا القول ولكنه سكت عنه إما اختصارا أو لسبب أو لآخر، كان يكون غاب عن ذهنه. قلت هذه القاعدة لماذا في معرفة كلام الفقهاء؟ لأن المصنف ذكر 5 موانع وزدنا عليها 4 أخرى، لا يلزم أن المصنف حينما لم يذكر 4 الباقية أنه لا يراها، بل يحتمل أن يكون يرجح خلافه، ويحتمل أنه يعني يرى أنها معتمدة ولكنه لم يذكرها اختصارا. المسألة الأخيرة التي سأريدها ثم سأرجع للمانع الأخير، ما الفرق بين الموانع والشروط؟ نقول إن الفرق بين الموانع والشروط في باب الشهادة أن من شهد وردت شهادته لفوات شرط، ثم وجد الشرط بعد أدائه الشهادة، سمعت الشهادة منه وقبلت. لو أن شخصا في وقت أدائه الشهادة كان مجنونا وردت شهادته، ثم قبلت شهادته، ثم صحى من جنونه، أو بلغ الصبي ونحو ذلك من، أو نطق الأخرس، أو ثبتت عدالته ونحو ذلك من الشروط، فإنها تقبل
إذا أعاد الشهادة. إذن الشرط إذا وجد تقبل الشهادة إذا ردت أولا بسبب الفوات. وأما المانع فإن من شهد وردت شهادته لوجود مانع ثم زال المانع بعد ذلك فأعاد الشهادة لم تقبل شهادته. مثال ذلك قالوا لو أن زوجة شهدت على زوجها، عفوا شهدت لزوجها، أو زوجا شهد لزوجته فردت شهادته، ثم بعد ذلك طلقا فشهدت المرأة له مرة أخرى نقول لا تقبل شهادتها. ومثله يقال أيضا في من كان بينهم عداوة ثم زالت العداوة، ومثل من يقول من كانت بينهم يعني مودة بأن كان يجر لنفسه نفعا وهكذا. وبناء على ذلك فإننا نقول إن الوكيل إذا شهد لموكله بعد العزل لا تقبل شهادته، لأننا رددنا شهادة الوكيل على وكيله بسبب مانع لا لأجل فوات شرط. هذه واضحة معنا. طيب انظر، عندي مسألتان متعلقتان بهذه الجزئية. المسألة الأولى في قضية من ردت شهادته لأجل الفسق. الأصل أنه شرط، لأن الفسق ماذا؟ شرط. فحينئذ إذا هذا الرجل ثبتت عدالته بعد ذلك فإنه تقبل. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن مشهور المذهب أنه يستثنى من الشروط هذا الشرط الوحيد، وهو من ردت شهادته لأجل الفسق، فإنه إذا أعاد الشهادة مرة أخرى قبلت. عفوا، فإنه إذا أعاد الشهادة مرة أخرى لم تقبل، أردت لأجل التهمة، فغلب معنى التهمة، وعرفنا كيف التهمة قبل قليل وذكرتها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية عندنا وهي الأخيرة، هل نقول إن المانع يمنع من قبول الشهادة مطلقا، أم أنه يشترط أن يتقدمها رد؟ أعيد، نحن قلنا إن المانع وإن زال ترد الشهادة، أليس كذلك؟ لكن هل كل مانع زال ترد الشهادة مطلقا، أم يشترط أن يتقدمها رد؟ كيف يتقدمها رد؟ يعني أن يكون قد شهد قبل رد شهادته ثم بعد ذلك زال المانع، أو نقول سواء شهد أو لم يشهد فإنها إذا زال المانع فحينئذ نقول ترد شهادته. ذهب المصنف وهو الشيخ موسى في كتابيه حواشي التنقيح وفي الإقناع إلى أن من شرط رد الشهادة بالمانع مطلقا إذا زال ولو زال أن يكون قد تقدمها رد. هذا هو رأي المصنف، بل إنه ذكر أن كلام صاحب التنقيح غريب في عدم قبوله ذلك. يعني شلون ردها؟ إن يكون قد شهد عند القاضي الزوج لزوجته فردها القاضي. إذن عندنا صورتان، الصورة الأولى أن خلينا نضرب مثال بالزوج مع زوجته، أن يكون الزوج قد شهد عند القاضي لزوجته بمال فردها القاضي، هذه وجد تقدم رد للشهادة. الحالة الثانية أن يكون الزوج لم يشهد عند القاضي لزوجته، طيب لم يشهد. طيب في الحالتين إذا طلق الزوج زوجته المانع قد زال، فهل ترد الشهادة أم لا؟ انظر هذا الخلاف. من قال إنه يشترط أن يتقدمها رد وهو رأي المصنف الشيخ موسى في الإقناع والتنقيح وفي حواشي التنقيح، قال يجب ترد في الصورة الأولى ولا ترد في الصورة الثانية، يعني إذا طلقها وشهد لها فإن كان قد شهد لها قبل ردت شهادته وإن لم يشهد لها فلا ترد. ومن قال مطلقا وهو الذي سأذكره بعد قليل فإنه يقول في الصورتين لا تقبل الشهادة، طلقتها أو لم تطلقها، شهدت لها قبل أو لم تشهد لها قبل، فإنها ترد الشهادة لأنه مانع والمانع يستمر حكمه. لا في العين هذه
ما دام لها، لا دام شهد لها على الرواية المنتهى مطلقا، مطلقا كل مصلحة لها. طيب هذا القول من قال به؟ قال به صاحب التنقيح أو ظاهر التنقيح ومشى عليه في المنتهى. وقد ذكر الشيخ عثمان أن هذا هو المذهب خلاف كأنهما لتقديم ما في المنتهى، طبعا الاتفاق أمرين التنقيح والمنتهى عليه. وأما منصور فقد ذكر في الكشاف أن الأقرب هي طريقة صاحب المنتهى أنها ترد مطلقة، طبعا ما يستثنى من ذلك إلا قضية الفسق، فإن الفسق لا يكون مانعا في ذاته إلا إذا شهد ثم ردت شهادته. وذلك انظر، فإن صاحب المنتهى لما أوردها اشترط هذا القيد ولم يقل إن كل من كان فاسقا ثم أصبح عدلا ترد شهادته، قال لا شهد ثم ردت شهادته، فلا يستثنى إذن على رأي صاحب المنتهى ومن وافقه إلا الفاسق إذا ردت شهادته. نعم. يقول المصنف بعد ذلك فصل، هذا فصل سهل جدا، أورد فيه المصنف عدد الشهود وأورد فيه أغلب الصور، وإلا قد فاتته صورة الشهادة التي أو الشهادة التي اشترط لها ثلاثة. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة. بدأ المصنف بالنوع الأول من أنصبة الشهادة، وهي الشهادة التي لا بد فيها من أربعة رجال، فقال ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة، أي أربعة رجال. أنث العدد للدلالة على تأنيث، على تذكير التمييز وهو الرجال، فلا بد أن يكون رجالا، فلا يقبل غير الرجال. والدليل على أنه لا يقبل في الزنا وما يلحق بهم ما سنذكره بعد قليل إلا أربعة، قول الله جل وعلا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فلا بد من الاتيان بأربعة شهداء. طيب إذن قوله ولا يقبل في الزنا، يلحق بالزنا كل ما أوجب حده، أي حد الزنا، فأخذ حكم الزنا. وبناء على ذلك فإنه على مشهور المذهب فإن اللواط يأخذ حكم الزنا، فلا يثبت اللواط على مشهور المذهب إلا بأربعة، خلافا للرواية الثانية التي ترى فيها مطلق القتل فيثبت باثنين. كذلك أيضا على الرواية خلاف المشهورة، شوف على خلاف المشهورة، وهي قول يعني اختاره بعض المتقدمين كالقاضي وتلميذه، ودائما إذا قلنا وتلميذ القاضي معنى تلميذ القاضي كثر، فأشهرهم من أبو الخطاب، معروف دائما إذا قالوا وتلميذ القاضي فيعنون به أبا الخطاب الكلوذاني. ذهب إلى أن مثلا من أتى بهيمة فحكمه حكم اللواط، وعلى مشهور المذهب فإن اللواط حكمه حكم الزنا، إذن فلا يقام العقوبة على من أتى البهيمة إلا بأربعة شهود. وأما مشهور المذهب فإن من أتى بهيمة فيعزر تعزيرا ولا حد عليه، لقول ابن عباس. إذن قوله ولا يقبل في الزنا أي ولا يقبل فيما أوجب حد الزنا، فيشمل فعل الزنا ويشمل اللواط وغيره. إذن فقوله ولا يقبل في الزنا أي ما يوجب حد الزنا. قال والإقرار به، المراد بالإقرار به ليس المراد تكرار الإقرار أربعا فقد سبق ذلك، وإنما المقصود به أنه لا يثبت الشهادة على الإقرار بالزنا إلا بأربعة رجال، فإذا جاء أربعة فشهدوا على رجل أمام القاضي بأنه قد أقر في مجلس بأنه قد زنى، فإن هذه الشهادة مقبولة. ما الذي يترتب على الشهادة على الإقرار بالزنا؟ يترتب حكما، الحكم الأول أنه إذا شهد أربعة على رجل أنه أقر بالزنا فصدقهم أمام القاضي ولم يرجع عن اعترافه بعد ذلك يقام عليه الحد، بشرط ألا يرجع، أن يصدقهم وألا يرجع عن إقراره، فلو رجع عن إقراره حتى بعد مس العذاب جاز رجوعه، لأنه يجوز الرجوع عن الإقرار في الزنا. هذا واحد، يعني في الحقيقة هو تحصيل حاصل من حيث ثبوت الحد، لأن ثبوت الحد هو مآله إلى الإقرار، مآله لابد أن يقر. طيب الأمر الثاني الذي نستفيده من قضية الشهادة على الإقرار بالزنا، إذا قذف رجل آخر بالزنا فنقول له إيت بالبينة، وما هي البينة؟ أربعة شهداء يشهدون أن فلانا فعل الزنا بخمسة قيود، أين ومتى وكيف ومن واتحاد المجلس،
أو أن تأتي بأربعة شهداء يشهدوا أيضا بتفصيل الشهادة على أنه أقر في مجلس بالزنا، فإن أتى بالأربعة شهداء الذين يشهدون أنه أقر بالزنا سقط عنه حد القذف. إذن الإتيان بالشهادة على الإقرار بالقذف له فائدتان: فائدة إقامة الحد، ومآله يرجع للاعتراف والإقرار. وحكم ثاني وهو إسقاط حد القذف عن القاذف. إذن له فائدة وثمرة ليست بالهينة. طيب، طبعا الدليل على أن الإقرار قالوا لأنه بدل عن الأصل وهم الشهود، فلا بد من بدل عن الإقرار على الشهود عن الفعل، فلا بد من أن يأتوا بأربعة شهود على الإقرار على الفعل. نعم، يقول: ويكفي على من أتى بهيمة رجلان، لأن من أتى بهيمة هو في الحقيقة نوع من أنواع التعازير على المذهب. وقاعدة المذهب، وانتبهوا لها وسأكررها بعد قليل، مشهور المذهب، ذكر ذلك مرعي موجود في بالتفصيل في حاشية بن عوض وغيره، أن التعزير لا يثبت إلا بشاهدين. كل ما كان من باب التعازير فلا يثبت إلا بشاهدين رجلين، فلا يثبت بالنساء، ولا يثبت بشاهد واحد، ولا يثبت بالقرائن. هذا هو مشهور المذهب. طبعا العمل على خلاف هذه مسألة أخرى، لكن المذهب أنه لا يثبت التعزير إلا بشاهدين. التأديب عندهم يجوز بدون ذلك، لكن التعزير لا يجوز إلا بشاهدين. وبناء على ذلك فإنه لما قال ويكفي على من أتى بهيمة رجلان، أي يشهد رجلان، لأنه تعزير، والتعزير يكفي فيه الرجل، فيه الرجال كما سأذكره بعد قليل. النوع الثاني من أنصبة الشهادة قال: ويقبل في بقية الحدود والقصاص، وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبا رجلان. إذن النوع الثاني قوله ويقبل في بقية الحدود والقصاص رجلان، كل ما كان من موجبات العقوبات غير حد الزنا، سواء كانت العقوبة حدا أو كانت العقوبة تعزيرا أو كانت العقوبة قصاصا، ففي هذه الأمور الثلاثة كلها لا تثبت العقوبة إلا بشهادة رجلين. والمقصود بالعقوبة أي عقوبة البدن، لا بد من شهادة رجلين. فالسرقة ومثله يقال أيضا في القذف، ومثله طبعا وإن تسهل في القذف بعض الشيء، وسهل أيضا في الشرب في بعض الأشياء، وفي يعني بعض الجزئية في أشياء بسيطة جدا. إذن أصل في هذه الأمور الثلاث أنه لا يقبل فيها إلا رجلان. طيب، بالنسبة للإقرار بها، القاعدة عندنا وهي سيأتي أو مرت معنا في الإقرار، أن كل عقوبة فيها إتلاف فلا بد فيها من التكرار، ولكن لا بد أن تكون العقوبة عقوبة حدية. فالزنا لا بد أن يكون المقر يكرره أربعا، والسرقة لا بد أن يكرر الإقرار مرتين، والحرابة لا بد أن يكرر الإقرار بها مرتين. وأما الشرب نظرا لأنه لا إتلاف فيها فيكفي أن يقر بها مرة أمام القضاء، ومثله كذلك أيضا البغي إذا قلنا إنه حد. التعزير يكفي بالإقرار فيه مرة لأنه لا إتلاف فيه وإنما فيه عقوبة على البدن. كذلك أيضا نقول في القصاص لأنه ليس حدا وإنما هو قصاص، فمشهور المذهب أنه يثبت القصاص بإقرار مرة واحدة فقط، ولأن فيه معنى حق آدم. النوع الثالث من أنصبة الشهداء هو قوله وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال، فلا يقبل فيه إلا رجلان. قوله ما ليس بعقوبة ليخرج النوع الأول والثاني، وقوله ولا مال ليخرج النوع الرابع الذي سيريده بعد قليل. قال ولا يقصد به المال، لأن هناك أشياء قد لا تكون مالا لكن يقصد به المال مثل الإتلاف وهكذا. قال ويطلع عليه الرجال غالبا ليخرج النوع الخامس الذي سيريده المصنف، فإنه لا بد فيه من رجلين، ومثل ذلك بأمثلة. قال كنكاح، فالنكاح لا بد أن يشهد عليه رجلان، وكذلك الطلاق، والمقصود بالطلاق الشهادة على الإثبات وليس الشهادة على صحة العقد، فليس عقد من العقود يشترط لصحته الشهادة إلا النكاح كما مر معنا. ورجعة أي للإثبات أيضا، فإن مشهور مذهب أن الرجعة لا يشترط لصحتها إشهاد وإنما يشترط لإثباتها فقط إذا تنزع فيها. قال وخلع، هنا كلمة خلع
فيها إشكال أريد أن تنتبه له بعض الشيء. كلمة خلع هنا سيورد المصنف أنه أو أورد المصنف هنا أنه لا بد فيها من شهادة رجلين، وسيأتي في آخر هذا الفصل أنها قد تثبت بشهادة رجل وامرأتين، وهذا مبني على من ادعى الخلع. الخلع إذا ادعت به أمام القاضي امرأة أي الزوجة، إذا ادعت به الزوجة فإنه حينئذ لا تسمع الدعوى، لا يقبل الحكم به إلا بشهادة رجلين، لأنه ليس مالا وليس مقصودا به المال إذا ادعت به الزوجة. وأما إذا ادعى به الرجل الزوج فإنه حينئذ يكون من المقصود بالمال من النوع الذي بعده، لأنه إذا ادعى الزوج، ما الفرق بين ادعاء الزوج والزوجة؟ الزوجة تقول أريد، أنا أريد إثبات الخلع، وهي لست تدفع، لا هي حقيقة دعواها راجعة إلى الخلع إثبات الفرقة. وأما الزوج إذا ادعى فهو في الحقيقة يقصد العوض، فهو مقر على نفسه بوجود الفسخ، ولذلك يفرقون بين ادعاء الزوجة وادعاء الزوج. إذن قول المصنف هنا وخلع أي إذا ادعته الزوجة فلا بد فيه من رجلان، وأما إذا ادعاه الزوج كما سيأتي في آخر الباب فإنه يكون مما يقصد به المال فيقبل فيه شهادة رجل وامرأتين وشهادة رجل ويمين المدعي. قال ونسب، أيضا نسب لا بد فيه من رجلين، وولاء سواء كان الولاء من علو أو من سفل لأنه يترتب عليه نفقة ويترتب عليه استحقاق وإرث ونحو ذلك. قال وإيصاء إليه، بأن يوصي إليه سواء بمال يعني أو بإيصاء بتزويج. قال يقبل فيه رجلان ولا يقبل غير الرجال ولا يقبل دون رجلين. النوع الرابع من الأنصبة قال ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع رجلان أو رجل وامرأتان ورجل ويمين. هذا النوع الرابع من الأنصبة وهو المال وما يقصد به المال، مثل عقود البيع وعقود الإجارة والوديعة والشركات والعارية، وكذلك أيضا يعني كل سائر باب العقود والمعاملات كاملا. ومما يدخل أيضا في ما يقصد به المال الجناية إذا كانت خطأ فإنها تثبت بشهادة رجل وامرأتين أو رجل ويمين، لأن الجناية الخطأ المقصود منها إنما هي الدية، والدية مال، فحينئذ لا تكون كذلك. طبعا هنا مسألة أريد أن أبينها لكم، هل الدية عقوبة أم ليست عقوبة؟ كثير من المعاصرين يقول إن فيها معنى العقوبة لكنها ليست عقوبة، وقد نص على ذلك بعض فقهاء الحنابلة، فقد ذكر ابن نصر الله في حواشيه أن الدية ليست عقوبة وإن وجد فيها معنى العقوبة، ولكن لما لم تكن عقوبة فإنه يقبل في إثباتها شهادة رجل وامرأتين. نعم. أيضا كذلك ما يدخل فيه الجناية العمد إذا كانت لا توجب القود. قال والأجل، لأن الأجل يقصد به المال، والخيار فيه أي في العقود أو في الخيار في الأجل كأن يكون خيار يعني شرط. قال ونحوه مما سبق تمثيله، قال رجلان ورجل وامرأتان، والدليل على أنه يجزئ في ذلك رجل وامرأتان قول الله جل وعلا واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فهذا نص على أنه يقبل الرجل والمرأتين، يقبل الرجل والمرأتان. قال ورجل ويمين المدعي، أي ويجوز أن يقبل في الأموال شهادة رجل واحد مع يمين المدعي الذي ادعى الحق، والدليل عليه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين. قال عمرو بن دينار
وهو صاحب ابن عباس وراوي الحديث عنه، وذلك في الأموال. وهذا نص صريح جدا على أن الرجل واليمين المدعي تقبل في الأموال خاصة دون باقي الحقوق. النوع الخامس من الأنصبة قال: وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة وغيرها فيقبل فيه شهادة امرأة عدل. هذا النوع من أنواع الشهادة هي الشهادة خفف فيها لأجل الحاجة وعدم ضياع الحقوق، فإن هناك أشياء لا يمكن أن يطلع عليها الرجال، وإن اطلع عليها النساء فقد لا يطلع عليها عدد جم، وإنما لا يطلع عليه المرأة الواحدة فقط. ولذلك يقول: وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب، كالبياض البرص ونحوه، أو مثلا وجود الأشياء التي تكون من العيوب المانعة من النكاح وتقدم ذكرها في باب عيوب النكاح. قال: والبكارة والثيوبة، المرأة قد تعرف أن المرأة الأخرى بكر أو ثيب بالنظر للمحل، فحينئذ هذا الأمر لا يكشف لأي أحد، وإنما يكشف لقابلة ونحوها تستطيع أن معرفة ذلك. قال: والحيض والولادة والرضاع، الحيض بأن ترى المرأة دم المرأة الأخرى وقد أخرجته مباشرة ولم تدعي أن رأت دما وقالت هذا هو دمي، وإنما رأته في محله، فحينئذ يشهد بأن هذه المرأة حائض، وإذا ثبت أنها حائض ترتب عليها أحكام في العدد، ترتب عليها أحكام في العبادات وغيرها. قال: وكذلك الولادة، أن تشهد أن هذا المولود من هذه المرأة. وكذلك الرضاع، بأن تشهد أن فلانة أرضعت فلان أو أنها هي أرضعت فلان. وأما الرضاع فسبق معنا حديث عقبة بن الحارث في قبول شهادة امرأة واحدة. قال: والاستهلال، معنى الاستهلال بمعنى أن المولود ولد مستهلا، ومعنى الاستهلال في المذهب أمران والثالث فيه خلاف سبق معنا، وهو أن يستهل صارخا أو أن يستهل عاطسا أو أن يتحرك حركة كثيرة تعرف بها الحياة، هذا هو الثالث الذي ذكرته في محله. قد يستهل صارخا ثم يموت بعدها بدقيقة أو أقل، فلا يشهد على استهلاله إلا امرأة. ولذلك ثبت عند أحمد أن علي رضي الله عنه قضى بقبول شهادة امرأة في الاستهلال. قال: ونحوه، أي وكل أمر لا يحضره الرجال غالبا، لا يكون الرجال موجودون فيه غالبا، أي غالب الأحيان، فننظر للغالب ليس المطلق. قال: تقبل فيه شهادة امرأة واحدة، يكتفى بامرأة واحدة، والأحوط أن تكون اثنتين. قال: عدل، أي لا بد أن تكون المرأة عدلا، فإن كانت ليست بعدل من الشروط التي سبق أنها يعني تشترط في الشاهد، فحينئذ لا تقبل شهادتها. قال: والرجل فيه كالمرأة، أي وإذا شهد بهذه الأمور رجل فإنه تقبل شهادته من باب أولى، فيكون حكمه كحكم المرأة. وقول المصنف الرجل فيه كالمرأة، الكاف هنا للتشبيه، فلو شهد رجل وشهدت امرأة بضده فنقول إن هاتين الشهادتين متعارضتان ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، ولا نقول تقدم شهادة الرجل على المرأة ولا شهادة المرأة على الرجل، إلا أن يطعن في إحدى الشهادتين بعدم الحضور ونحو ذلك من المسائل المتعلقة في محلها. ثم ختم المصنف بمسألة تتعلق دقيقة جدا، تتعلق في ربما تجزيء الشهادة. انظر معي، عندنا مسألة تسمى تجزيء الشهادة أو تبعيض الشهادة، هل تبعض الشهادة أم لا؟ جرى بعض الفقهاء، أنا أتكلم الآن على سبيل التأصيل ثم سآتي للتفريع بعد قليل لأن التأصيل إنما يؤخذ من الفروع، جرى بعض الفقهاء على أنهم يقولون إن الشهادة لا تتبعض ولا تتجزأ، فإما أن تقبل كلها وإما أن ترد كلها، وذكروا لذلك فروعا مبنية عليه. وقد ذكر بعض متأخر الفقهاء وهو الشيخ أيضا بن نصر الله، قال إن تحقيق المذهب وجادة المذهب أن الشهادة تتجزأ وتتبعض في كل صورها، وذكر ذلك أمثلة. ومما يتعلق بأمثلة تجزيء الشهادة وتبعيضها الصورة سنذكرها بعد قليل. طبعا من يرى عدم التجزيء والتبعيض يقول هذه في الحقيقة هما شهادة تختلف عن الشهادة الأولى، قد أوجهها بعد قليل عندما أذكر كيف قبلت الشهادة. إذن هذه الصور في الحقيقة نستطيع أن ندخلها في مسألة تجزيء الشهادة أو تبعيضها عند من يرى أن المذهب هو التبعيض،
وهو بن نصر الله شيخ المرداوي، تعرفون توفي 844. يعني تقبل الشهادة في بعض، سأذكر هنا بعض الأمثلة، أمثلتها كثيرة جدا تجزئ الشهادة. نأتي في الأمثلة التي أوردها المصنف. قال: ومن أتى برجل وامرأتين، ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال. هنا ردت الشهادة بالكلية، هنا ردت الشهادة بالكلية، وهذا مستمسك من قال إنها لا تتبعض الشهادة. يقول: إن الشخص إذا أتى بشاهد واحد وامرأتين أو شاهد واحد مع يمين في مسألة توجب القود، هي لو كانت الجناية لا توجب القود وإنما توجب الدية قبلت، لكن فيما لا يقبل لا يوجب القود، فيما يوجب القود بأن تكون عمدية ويكون الجاني بالغا عاقلا غير مكره، فإنها حينئذ توجب القود. فنقول إنه ترد شهادته فلا يجب بها قود ولا يجب بها مال، ما نقول ينتقل للدية. لماذا؟ لأن نقول عند من يرى عدم تبعيض الدية، عدم تبعيض الشهادة، قال رددنا الشهادة كلها فلم نثبت فيها القود ولا المال. ومن يرى التبعيض ماذا يقول؟ يقول: إنما رددنا شهادته لأن، وهذه المسألة ذكرتها قبل كنت تتذكرون، لأن موجب العمد هو القصاص والدية بدل عنه، إذا لم نقبلها في جزء دون جزء، رددناها لأن موجب أصلا الجناية العمد إنما هو القصاص. فلما كان الشهادة غير مثبتة للأصل فمن باب أولى فرعه وبدله، لكن لو كان موجبا لأمرين معا لقلنا حينئذ تكون قد تقبل توجب المال ولا توجب القصاص. وضحت مسألتي كيف شرحتها؟ هم على القول، أنا أوجه لك ماذا؟ أوجه لك هذا الفرع على القاعدتين اللتين نسبتا للمذهب، وتحقيق المذهب هي الثانية، وهي كما ذكر ابن نصر الله لا شك أنه من أميز المتأخرين بعد، وهو تلميذ ابن رجب، يكفي أنه تلميذ ابن رجب. طيب، إذن قوله ولا مال أي مال دية ولا أرش. المسألة الثانية، قال: وإن أتى بذلك، يعني أتى بشاهد واحد وامرأتان أو أتى بشاهد ويمين في سرقة ثبت المال دون القطع، لأن السرقة يثبت بها أمران ليس أمرا واحدا، يثبت بها قطع يد ويثبت بها ضمان المال المسروق، فهي قضيتان، فبعضنا قبول الشهادة فقبلناها في المال ولم نقبلها في الحد. فمن أتى بشاهد واحد فقط مع يمين المدعي فنقول حينئذ يجب رد المال ولا يقطع، ولكن قد يعزر، ولكن يعزر هنا يعزر، لأن الفقهاء قال إذا ضعفت البينة يعزر لأجلها، الحدود كلها إذا ضعفت البينة يعزر لأجلها. طيب، أيضا مما يلحق بهذه المسألة، يقولون إن السارق إذا ردت عليه اليمين في رد المال فنكل، يعني مثلا ردت قيل له احلف فنكل قال لا أريد أن أحلف لما ردت له اليمين، حينئذ يغرم المال ولا تقطع يده، فإن النكول لا يثبت به أي حد من الحدود. خلنا ننتهي بس شوي، ننتهي. طيب، يقول الشيخ: وإن أتى بذلك في خلع ثبت له العوض. انتبه، هذه المسألة هي المسألة التي قلنا لكم قبل قليل إنها مشكلة، هذه من الدقائق أريد أن تركز معي، لابد أن نأتي بأفعال حذفها المصنف. أولا قوله وإن أتى يجب أن نقدر فيها فاعل وهو رجل دون امرأة، لأن لو قلنا أتى المدعي خطأ، لأن لو كان المدعي امرأة فإنه حينئذ يختلف الحكم فلا تقبل الشهادة مطلقا لا بمال ولا بغيره، لابد من رجلين. إذن لابد نقول إذا أتى رجل. قوله بذلك الباء للاستعانة، أي استعان واعتمد، أتى الرجل ذلك، ذلك هو شاهد وامرأتان أو بشاهد مع يمين المدعي، أي إذا أتى الرجل بهذا في خلع ثبت له العوض.
ثبت له العوض، يثبت له العوض إذا أتى بهذه البينة. قال وتثبت البينونة بمجرد دعواه، يعني سواء أتى ببينة أو لم يأتي ببينة، فقد بانت امرأته منه، بانت وهي البينونة الصغرى فتثبت بها البينونة. فإن أتى بشاهد واحد مع اليمين ثبت له المال، لأن الدعوة تكون حينئذ بالمال. إذن أريدك أن تفرق بين المسألتين، وأكررها المرة الأخيرة في قضية الخلع إذا ادعى الرجل غير إذا ادعت المرأة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك فصل. في هذا الفصل أورد المصنف فيه، خلنا نمشي بس عشان انتهي بسرعة، قبل الدعوة انتهى الباب، قلتها شرحتها ها بهذه الدعوة بمجرد أن يدعي ولو لم يأتي ببينة، لنريد أن ننتهي بسرعة. نعم، يقول الشيخ فصل في هذا الفصل أورد المصنف رحمه الله تعالى حكم الشهادة على الشهادة وحكم الرجوع عن الشهادة. إذن أورد في هذا المصنف، أورد المصنف في هذا الفصل مسألتين، الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة. بالنسبة للشهادة على الشهادة بدأ بها المصنف، قال ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. أولا، قضية الشهادة على الشهادة ما معناها؟ بأن يشهد أقوام على حق، ثم يأتي فرع بمعنى أن يأتي شهود آخرون فيسمع الشهادة منهم، ثم يؤد هذه الشهادة إلى القاضي. إذن يشهد أحد على غيره أنه سمع هذه الشهادة فيؤديها إلى القاضي، فيكون واسطة في نقل الشهادة. هذا معنى الشهادة على الشهادة. وقد أجمع العلماء على قبول الشهادة على الشهادة بشروطها التي يريدها المصنف. حكى الإجماع على ذلك أبو عبيد القاسم السلام، فإنه قال أجمع أهل العلم من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال. هذا هو الشرط الذي سنريده بعد قليل. بعض أهل العلم ألف كتابا في ضبط سلام وسلام، فذكر أن الأصل، وهو مطبوع كتاب صغير جدا، نسيت من مؤلف بعض العلماء المتقدمين، أن كل من كان يرسم على هذه الهيئة فهو بالتشديد إلا رجلا، الصحابي وشيخ البخاري. فخذ هذه القاعدة عن هذه الرسالة التي طبعت في الهند، كلهم سلام إلا اثنان، شيخ البخاري والصحابي عبد الله بن سلام رضي الله عنه. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى لا تقبل الشهادة على الشهادة. قوله لا تقبل إلا يدل على الاستثناء، وهذا يدل على أن ما استثناه المصنف هي الشروط، أي أن الأصل عدم القبول إلا إذا تحققت الشروط. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى نحو من 3 شروط وفاته غيرها. نبدأ بالشروط التي أوردها المصنف ثم نذكر الشروط التي فاتته. أول شرط ذكره المصنف قال إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. ومر معنا قبل درسين أن كتاب القاضي إلى القاضي إنما يقبل في حقوق الآدميين. إذن الشرط الأول كون الشهادة على الشهادة في حق يقبل فيه كتاب القاضي لقاض آخر، وبناء على ذلك فإن الشهادة على الشهادة ترد فيما لا يقبل فيه كتاب القاضي إلى غيره. ثم أورد المصنف الشرط الثاني قال ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر. هذا هو الشرط الثاني، وهو تعذر شهود الأصل، بأن يتعذر حضور شهود الأصل أمام القاضي. وسبب تعذرهم أورد المصنف هنا بعض من أسباب، قال بالموت، كأن يموت شهود الأصل أي الذين حضروا الواقعة وتحملوا الشهادة، أو بمرض ويمنع المرض حضورهم، قال أو غيبة مسافة قصر، بأن يكون بعيدا مسافة قصر، وأما دون مسافة القصر فلا، مثل كتاب القاضي إلى القاضي. وكذلك المخدرة فإنه يقبل شهادة الفرع في حقها، ونحو ذلك مما يشابهه في العلة. الشرط الثالث قال الشيخ ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل. هذا الشرط هو استرعاء الأصل للفرع، أن يسترعي الأصل الفرع، ومعنى أن يسترعيه بمعنى أن يأذن له
بذلك. ويلحق بالاسترعاء أن يسترعي الشاهد، أن يسترعي شاهد الأصل غيره وهو يسمع. إذن عندنا الاسترعاء نوعان، إما أن يسترعيه بنفسه وأن ينيبه هو بنفسه شاهد الفرع، أو أن يسترعي غيره بحضوره. إذن عندنا أمران وسيأتي في تفصيلهما بعد قليل من كلام المصنف. الدليل على أنه لا بد من الاسترعاء قالوا لأن شاهد الفرع كالوكيل، والوكيل لا يصح إلا بوكالة ونيابة، والوكالة صورة من صور النيابة، فحينئذ لما كانت النيابة لا تصح إلا بإذن فإن شهادة الفرع لا بد فيها من الإذن. وهذا الإذن نوعان، إما إذن مباشر لشاهد الفرع أن يشهد، وإما إذن لغيره ولكنه يكون حاضرا له. طيب، يقول إلا أن يسترعيه شاهد الأصل، طبعا أو يسترعي غيره وهو يسمع، فيقول اشهد على شهادتي بكذا. طبعا قوله اشهد هذا هو المذهب، لابد أن يقول اشهد. والرواية الثانية والتي عليها العمل كما ذكر بعض المتأخرين أنه لا يلزم أن يقول اشهد، حتى في لفظ الشهادة يلزم أن يقول شهدت أو أشهد. قال اشهد على شهادتي بكذا، هذا النوع الاسترعاء. أن يسترعي غيره، انظر هذا يسترعي غيره وهو يسمع. قال أو يسمعه يقر بها عند حاكم، هذا صور استرعاء شاهد الأصل غير شاهد الفرع وهو يسمع، أي وهو وشاهد الفرع يسمع. الأمر الأول أن يسمعه، أي أن يسمع الفرع الأصل يقر بها، أي يقر بالحق أو يقر بالشهادة عند الحاكم. قال أو يعزوها، أو أن يسمع الأصل وإن كان عند غير الحاكم يعزوها إلى سبب، كأن يقول لفلان على فلان 1000 ريال بسبب بيع، بسبب قرض. قال أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع ونحوه، فحينئذ يصح لشاهد الفرع أن يشهد. وبناء على ذلك فإذا سمعه يأتي بلفظ الشهادة من غير استرعاء له، ومن غير أن تكون عند حاكم، ومن غير ذكر سبب، فإنه لا تقبل شهادة الفرع. مثاله أن يقول أشهد على فلان، ما قال اشهد على أني أشهد، أشهد على فلان 500. لو قال اشهد أني أشهد على فلان 500 صحت شهادة الفرع. لو قال أشهد على فلان 500 وكان عند حاكم صح شهادة الفرع. لو قال أشهد على فلان 500 بسبب بيع ابتاعه من فلان صحت، لكن مجرد أن يقول أشهد على فلان 500 لا تقبل شهادة الفرع. لماذا؟ لأنه ربما يقصد بكلمة أشهد أي أعلم، والعلم هنا بمعنى الظن، ولا يجوز أصلا حكم الحاكم بعلمه ولا بظنه، بل لا بد أن يكون بقطعه كما مر معنا في الشهادة. فحينما انتهى الاسترعاء ومعرفة السبب وكونها عند حاكم فإنها لا تقبل. طيب، أورد المصنف كما ذكرت لكم قبل قليل 3 شروط. من الشروط التي لم يردها المصنف وقد ندخلها في كلام المصنف، الشرط الرابع أن يدوم تعذر شهادة الأصل إلى صدور الحكم، فيجب أن يكون العذر مستمرا من حين الاسترعاء إلى حين الأداء، وهذا نستطيع أن ندخلها في كلام المصنف. أيضا من الشروط أنه لا بد من دوام عدالة الأصل والفرع، فلا بد من دوام عدالتهما. أيضا من الشروط يجب أن يؤدي الفرع الشهادة على صفة تحمله. كذلك أيضا لابد من تعيين فرع الأصل عند الاسترعاء، إذا استرعاه لابد أن يعينه، وهكذا.
إذن هذه أهم الشروط التي فاتت على المصنف. آخر جملة في هذا الفصل ثم يبقى عندنا الباب الذي أخير نختم به درس اليوم، قال: وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض. بدأ يتكلم المصنف عن الشهود إذا رجعوا، ورجوع الشهود إما أن يكون في العقوبات، وإما أن يكون فيما يوجب مالا، وإما أن يكون في الأنكحة، ولكل حكم. فأما الرجوع في العقوبات فقد سبق معنا أن من رجع في شهادته على شخص فإنه يضمن، بل ربما إذا رجع وقد أقر على نفسه بالكذب فإنه يقاد به، وهذا سبقت معنا في القصاص. المصنف إنما أورد الرجوع عن الشهادة في الأموال، والشهادة والرجوع في الشهادة لها صور. الصورة الأولى أن يصرح بلفظ الرجوع بأن يقول رجعت عن هذه الشهادة، وهذا واضح جدا. ومن صور الرجوع أيضا أن يكذب نفسه بأن يقول أنا كذبت فيما قلته. ومن صور الرجوع أيضا أن يخطئ نفسه فيقول أخطأت في كذا وكذا. ومن صور الرجوع كذلك أن يشهد بمناف بعد الحكم. كيف؟ يقول في الشهادة الأولى أشهد أن زيدا أقرض عمرا 1000، ثم بعد ذلك بعد الحكم والانتهاء يأتي فيقول وأشهد أن عمرا رد هذه 1000، لأن لو شهد بالحكم مع منافيه في مجلس الواحد انتهت، لم تقبل ابتداء، لكن لما شهد بالحكم ثم شهد بمنافيه بعد ذلك فيكون حكمه حكم الرجوع، فكأنه رجع في شهادته. انظر الفرق. طيب، إذن هذه صور للرجوع، وقد يوجد غيرها ليست على سبيل الحصر. ما الذي يترتب على الرجوع؟ الرجوع قد يكون قبل الحكم وقد يكون بعد الحكم. فإن كان قبل الحكم فلا شك أنه لا يحكم بها، لأنه ثبت عدم صحة هذه البينة وعدم صحة هذه الشهادة، وهذا واضح. الحالة الثانية أن يكون رجوع الشهود بعد الحكم، وهو الذي ذكره المصنف، قال وإذا رجع شهود المال. طبعا قلت لك المال لأن هناك رجوع تتعلق بالعقوبات وسبق الحديث عنها، فإنه يضمن إذا ثبت إكذاب نفسه، وإن كان خطأ فإنه يعني يضمن المال فقط. قال بعد الحكم، وعرفنا أن قبل الحكم لا ترد الشهادة مطلقا. قال لم ينقض، لم ينقض الحكم، بل يصبح الحكم لازما. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون كاذبا في رجوعه، لأنه أكذب نفسه ورجع، فالاحتمال إما أن يكون كاذبا في الأول أو يكون كاذب في الثاني، أو مخطئ في الأول أو في الثاني. قطعا هو مخطئ في أحدهما، والأول قد صدر به حكم، فحينئذ لا ينقض بتكذيب نفسه، لأن البينة هي نفسها التي رجعت، فحينئذ لا ينقض الحكم الأول لاحتمال أنه قد كذب في الثانية أو أخطأ فيها، لا ينقض الحكم. لكن يلزمه هو أن يضمن المال لمن حكم له، كما سيذكر كلام المصنف. إذن لم ينقض الحكم، وقوله لم ينقض مطلق، سواء من كان له الحق قبض الحق أو لم يقبضه لا فرق. يعني شهدت البينة أن زيدا، أن بيت زيد لعمر، أن بيت زيد لعمر، ثم رجعت البينة بعد الحكم، فنقول إن هذا البيت لعمر، وإن لم يقبض عمر البيت لا ينقض بالرجوع. لكن ما الذي يجب؟ قال ويلزمهم الضمان، أي ويلزم البينة والشهود الضمان، فيضمنون المال المثلي بمثليه والقيمي بقيمته، إلا في حالة واحدة إذا صدقهم المشهود له، فحينئذ يكون من باب الإقرار من طرفه. قال دون من زكاهم، أي من زكى هؤلاء من زكى الشهود فإنه لا يضمن بذلك. والحقيقة أن هناك صورة، وإن كان لم يذكرها المتأخرون وإنما ذكرها الشيخ تقي الدين، فإنه يلزم فيها الضمان، وهي إذا زكى المزكون الشهود وهم يعلمون كذبهم فإنهم يكونون كالمتواطئين. ذكر هذا القيد شيخ الإسلام، وأظنه يجري على قواعد المذهب. قد ذكرت لكم ابتداء أن عدم الذكر لا يقتضي النفي. طيب، قال وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله، يعني أن هذا الشاهد يغرم المال كله، والسبب في ذلك قالوا لأن اليمين في الحقيقة
يعني ليست كالشاهد، وإنما هي من باب الشرط لثبوت الحكم القضائي، وإنما هي من باب الشرط. فالحقيقة أننا حكمنا بالشاهد الواحد، ومن باب الشرط لاستحقاقك لكن يقوي جانبك قلنا احلف اليمين، احلف اليمين. ولذلك أحيانا قد يتأجل الحق، أو إذا تعذرت اليمين فيما لو كان المقضي له وقف ونحوه، من الذي يحلف؟ فيها نزاع طويل جدا في هذه المسألة. بقي عندنا الباب الأخير ونختم به درسنا اليوم، وهو باب اليمين في الدعوة. وباب اليمين في الدعوة باب مهم جدا، ولكن الفقهاء في عرضهم هذا الباب عندهم طريقة غريبة جدا، أن أغلب أحكام هذا الباب يريدونها في غير هذا الباب. ففي باب البيع وباب الإجارة وكل باب بلا استثناء، حتى الأبواب المتعلقة بالجنايات، يريدون أحكام اليمين. فأحكام اليمين في الدعوة مبثوثة في أبواب الفقه، وإنما يذكرون هنا مسألتين في الأساس، أو ثلاث مسائل، مسألتان، يذكرون مسألتين أساسا. المسألة الأولى ما تدخله اليمين وما لا تدخله اليمين، وما كان تدخله اليمين فارجع للباب الذي ذكر فيه وانظر صفة اليمين وعلى من تجب اليمين ولمن توجه اليمين. المسألة الثانية يذكرون صفة حلف اليمين أمام القاضي. إذن الفقهاء عندما أوردوا هنا المسألة الأولى فكأنهم يقولون ارجع بتلك الأبواب تجد فيها تفصيل اليمين في كل باب على خصوصه. اليمين يقول فقهاؤنا إنها لا تسقط الحق، أي يمين المنكر، وليست يمين المثبت الذي معه الشاهد، وإنما يقصدون يمين المنكر، أن يمين المنكر لا تسقط الحق وإنما تقطع الخصومة. وبناء على ذلك فإن اليمين في حق المدعى عليه ليست بينة، وإنما هي مسقطة للخصومة. ولذلك قد يجوز، ومر معنا في باب قبل بابين، يجوز في بعض الصور أن يرجع المدعي ويرفع الدعوى ويثبت الحق، ولا نقول إنها من تعارض البينات. يقول الشيخ باب اليمين في الدعوى، قال لا يستحلف في العبادات. طبعا قوله لا يستحلف هنا كما ذكرت قبل قليل إن المراد الاستحلاف في الإنكار، في دعوى الإنكار دون دعوى الإثبات. دعوى الإثبات فيها اليمين من جهتين، الجهة الأولى في الشاهد واليمين، والنوع الثاني في دعوى الإثبات إذا قيل برد اليمين للمدعي إذا نكل المدعى عليه. قال لا يستحلف منكر طبعا في العبادات كلها. رجل أنكر شيئا من العبادات، ومن العبادات الكفارات كعدم فعلها ونحو ذلك. قال ولا في حدود الله جل وعلا. المصنف هنا عبر بقوله ولا في حدود الله. بعض الفقهاء من المتأخرين عبر قال لا تقبل اليمين في حقوق الله، ولم يقل في حدود الله، لكي يكون المعنى أشمل، فتدخل حدود الله جل وعلا وتدخل العبادات، ويدخل ما فيها معنى العبادات كالكفارات والنذور. ثم قال الشيخ ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يؤخذ الناس بدعواهم نعم لو يعطى الناس بدعواهم لدعى أقوام أموال آخرين وأعراضهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهي يمين الإنكار. قول المصنف في كل حق آدمي، هذه الجملة تشمل أشياء كثيرة جدا، ويستثنى منها أشياء أخرى. ولذلك لما كانت المستثنيات كثيرة جدا اعترض بعض الفقهاء على التعبير بأنها تقبل في حق الآدمي، فذكر ابن المنجى في الممتع قال إن ظاهر المذهب أنها لا تشرع في كل حق آدمي، وسبب ذلك لكثرة المستثنيات التي أوردها العلماء، والمصنف ذكر 10 مستثنيات. والأصل أن المناط يجب أن يكون الاستثناء منه قليلا، بل إن دقة المناط أن لا يكون فيه استثناء، فيجب أن تأتي بمناط لا استثناء فيه. وذلك فإن التعبير بأنها في كل حق آدمي قد يكون غير دقيق،
لكثرة المستثنيات، والمصنف ذكر 10 مستثنيات، ولكن يعني ربما هو من باب يعني للمناط، وإنما يعني الوصف الذي يشمل ما يقبل فيه الحقوق. طيب، قال إلا النكاح، فإن النكاح لا يقبل فيه، والطلاق كذلك، والرجعة، والإيلاء، وأصل الرق. إيش معنى أصل الرق؟ يعني أنه إثبات الرق، هل هو رقيق أم أنه حر، مثل أن يوجد ولد مجهول النسب رقيق فيدعي شخص أنه رقيق، هذا يسمى أصل الرق، لا معنى أنه ملك لي أو ملك لك، فهذا ليس في أصل الرق، وإنما في ملكيتي فيستحلف فيه. قال والولاء، شخص هل عليه ولاء أم لا، أي وأصل الولاء هل عليه ولاء أم ليس له ولاء. قال والاستيلاد أيضا كذلك ومر معنا، والنسب، والقود، والقذف. طبعا القود عندنا في بسير المسألة المهمة، القود يستثنى من ذلك مسألة وهي القسامة، وهذا بلا إشكال في المذهب. الأمر الثاني أن المعتمد عندنا في القضاء ومشى عليه بعض المتأخرين من الأصحاب ويذكرونه في كتبهم، بل قالوا إن كثيرا من الأصحاب يقول إنه يستحلف في القود، فإذا وجدت بينة قوية على شخص ولكنها ليست قوية بحيث أنها تثبت بها قسامة، أو أن هذه البينة تثبت القود، فإنه حينئذ يوجه القاضي للمدعى عليه اليمين، فيقول احلف أنك لم تقتل فلانا أو لم تضرب فلانا ونحو ذلك، فحينئذ يحلف، وهذا الذي عليه العمل عندنا في المحاكم من قديم ليس من حديث. طيب، قال والقود والقذف. طبعا هذا ما يتعلق بالاستحلاف. فيما يتعلق بالنكول، النكول إنما يقضى به في المال وما يقصد به المال فقط دون باقي الحقوق. الأمر الأخير أو الجملة الأخيرة وينتهي به درس اليوم والباب بحمد الله، وهو صفة اليمين. ذكر المصنف أولا قال واليمين المشروعة اليمين بالله. قوله اليمين المشروعة أي اليمين المشروعة أمام القاضي، سواء كانت يمين إنكار أو يمين إثبات، لا فرق في الثنتين سواء. قال اليمين بالله، طبعا الدليل على أنه لا بد أن تكون يمينا بالله قول الله عز وجل تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، فذكر اسم الله جل وعلا، ويعني ذكر الله عز وجل في كتابه أن الإقسام يكون باسمه، وأقسموا بالله جهد أيمانهم وهكذا. لكن قول المصنف اليمين بالله فيها أمران. الأمر الأول أن بعض الفقهاء من المتأخرين فهم أن هذه الجملة تدل على أن اليمين بالله فقط أي باسمه دون صفته، فلا يجوز الحلف أمام القاضي بصفة الله جل وعلا، وهذا غير مراد، وإنما المراد أن يكون اليمين بالله أو بصفة من صفاته، كما قلنا في النذر، كما قلنا في سائر باب الأيمان التي هي من باب العبادات. إذن تشمل اليمين والصفة، فلو قال وعزة الله جل وعلا وهذا من صفاته فإنه يجوز ذلك. الأمر الثاني أن قوله بالله، يقولون آكد أسماء الله عز وجل التي يحلف بها اسمه المختص به، وهو لفظ الله جل وعلا، وهو لفظ الجلالة، ولذلك يتأكد هذا الاسم أكثر من غيره، فيقول والله أو بالله أو تالله. ثم قال المصنف ولا تغلظ إلا فيما له خطر. قوله ولا تغلظ، اللام هنا ليست للنهي نهي التحريم، وإنما النهي لمخالفة الأولى، لمخالفة الأولى، ليس للتحريم ولا للكراهة، وإنما لمخالفة الأولى. وذلك يقول الفقهاء وإن رأى الإمام تغليظ اليمين جاز له ذلك، فهو للإمام التغليظ إن رأى المصلحة، ولكن الأصل عدم التغليظ، لأن التغليظ هو تأكيد لليمين، ومن باب يعني تأكيدها، من باب تأكيدها وأخذ الأوثاق فيها، فما لا يحتاج إلى ذلك مما لا خطر فيه فلا يحتاج إلى هذا التغليظ. طيب، قال ولا تغلظ إلا فيما له خطر.
الدليل على هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أبي داود بإسناد لا بأس به غلظ اليمين على رجل فاستحلف رجلا فقال له قل والله الذي لا إله إلا هو ما عندي شيء. فقوله لا إله إلا هو هذا من باب تغليظ اليمين وقد غلظه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدليل يدل على أنه لا يجوز التغليظ فيما ليس له خطر لكن خلاف الأولى. قوله فيما له خطر، خطر يعني بمعنى جسامة، لأنه قد يترتب عليه أحكام مثل العتق، فإن العتق في نفي العتق لو ادعى شخص على آخر أنه أعتق عبده فأنكر ذلك فإنه يترتب عليه استرقاق الحر، فحينئذ نقول تغلظ اليمين على منكر العتق فيقول والله الذي لا إله إلا هو. كذلك أيضا قالوا إذا كانت الجناية جناية عمد لكنها لا توجب القود على مشهور المذهب، بأن يكون مثلا عدم المكافأة بينهما، عدم المكافأة بين الجاني والمجني عليه مثلا، أو أن يكون فيها إكراه، فحينئذ تغلظ اليمين لأن القود أمره خطير. أو على الرواية الثانية التي عليها العمل أنه تدخل اليمين في جناية العمد الجنايات مطلقا سواء كانت قودا أو مما لا يجب القود. كذلك مثل قطع السارق ونحوها، كل هذه أيضا له خطر. تغليظ اليمين كيف يكون؟ الفقهاء يقولون تغلظ بثلاثة أشياء: بالزمان وبالمكان وباللفظ. فالزمان زمانان: الزمان الأول أن يكون بعد صلاة العصر كما قال الله جل وعلا تحبسونهما من بعد الصلاة، جاء في تفسيرها أي صلاة العصر، أظن جاء عن ابن عباس وغيره. واعلم أن أفضل أوقات اليوم بلا استثناء من الليل والنهار هو العصر، أفضل أوقات اليوم، ولذلك أقسم الله عز وجل به قال والعصر إن الإنسان في خسر. والله عز وجل يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وفي البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فدل ذلك على أن أفضل صلوات الخمس هي العصر وأفضل أوقات اليوم هو العصر. ومع ذلك لم يشرع في العصر عبادة فإنها وقت نهي، وهذا يدلنا على أنه لا تلازم بين فضل الزمان أو فضل المكان ومطلق العبادة، وهذا واضح. إذن العصر هو أفضل أوقات اليوم ويشتغل فيه المرء بعبادة خاصة فيه تتأكد فيه أكثر من غيره، وهي عبادة الذكر لله عز وجل، لأنه وقت بيع وشراء، فمن انشغل فيه بالذكر والعبادة أو بطلب العلم والقراءة وما يتعلق به فهو من ذكر الله جل وعلا فإنه على خير. طيب، إذن هذا الزمان الأول. الزمان الثاني قالوا بين الأذان والإقامة، وهذا لا شك في فضله. إذن هذا الوقت الذي يغلظ فيهما زمانا. الأمر الثاني مكانا، التغليظ في المكان يختلف، فإن كان في مكة فإنه يغلظ في المسجد الحرام بين الركن والمقام، وإن كان في المدينة فإنه يغلظ فيما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته بجانب المنبر كما غلظ النبي صلى الله عليه وسلم عند الحلف عند المنبر. وإن كان في بيت المقدس فبعض فقهاء المذهب يقولون إنه يكون التعظيم لليمين مكانا بأن تجعل عند الصخرات عند الصخرة، وهذا غير صحيح، فلا فضل للصخرة مطلقا. والحقيقة أن بيت المقدس كسائر المساجد يكون، يعني بيت المقدس كسائر البلدان وحكمه كسائر المساجد من حيث التغليظ، فيكون التغليظ في بيت المقدس وفي سائر البلدان غير مكة يكون بالإتيان لأي مسجد فيه ويكون عند المنبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤتى بصاحب اليمين فعند المنبر فيقف ليس في المحراب المكان الذي يصلي فيه وإنما يكون عند المنبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في طرف يخطب في طرف المسجد ويصلي في وسطه عليه الصلاة والسلام، فلم يكن منبره بجانب مصلاه عليه الصلاة والسلام. طيب، كان يميل أغلب لليسار، ولذلك لو نظرت للمسجد القديم فإن منبر مكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو قريب مكانه الحالي بعيد جدا عن وسطه حينما كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمكانه السابق، حتى قيل إنه كان في آخر المسجد قريب من الجدار. طيب، إذن هذا ما يتعلق بالمكان.
الأمر الأخير ما يتعلق باللفظ، كما جاء في الحديث بأن يزيد لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو. والفقهاء يزيدون أيضا عالم الغيب والشهادة، وبعض القضاة يزيد أيضا ألفاظ أخرى من باب التخويف، فيقول قل والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الذي يحيي ويميت، فمن باب التخويف، وإلا الذي يكفي في التغريض لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة لورودها بالأثر. هل من التغريض الحلف على مصحف أم لا؟ فقهاؤنا يقولون إنه ليس من التغريض في شيء، فالحلف بأن يضع المرء يده على مصحف أو في مصحف لا فرق بينه وبين غيره. وقد جاء عن بعض السلف كما نقله الشافعي رحمه الله تعالى قال إن أهل اليمن أي فقهاء اليمن يغلظون بالمصحف، فنقلها الشافعي عنه، يقول ابن المنذر فلا نترك السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه لقول بعض فقهاء اليمن، فلم يثبت أن أحد من الصحابة رضي الله عنهم غلظ بوضع يد على مصحف ونحوه. بذلك نكون أنهينا هذا الباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.